راح نتكلم اليوم عن الثوب المحوثل، وهو ثوب من زي المنطقة الشمالية وكانوا يلبسونه في البادية. هذا الثوب هو ثوب طويل جدا، يتم تقصيره برفعه إلى الخصر. طبعا عندنا تطاريز تكون أكثر من هذه التطاريز الموجودة هنا، ونفس الشيء عند الأكمام تكون التطاريز أكثر من الموجودة هنا. وطبعا التطاريز في طرف الثوب المحوثل تكون أكثر من هذه التطاريز الموجودة هنا، ولكن هذه معروضة فقط للمعرض. ونجي عند المقرونة، وتكون المقرونة على أعلى الرأس وتثبت الشيلة.